نحن بلال منآمن إنه التعليم منه متكامل إذا ما بيتضمن كمان المهارات الحياتية اللي بيحتاجها التلميذ. لهالسبب ابتكرنا موديولز أو وحدات منسميها Co-Curricular Activities. هيدا المشروع بالشراكة مع GIZ ودعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ. كتير مهم نأكد على مفهوم Co ومش Extracurricular Activities، لأنه هالوحدات منا منفصلة عن المنهج، بل هن بكملوه وبرفقوه، وهن جزء كبير من التجربة التعلمية الشاملة. هالوحدات مصممين على شكل مشاريع متنوعة مثل البيئة، الفن، المسرح، الموسيقى، الوعي المالي، التربية المدنية، التواصل، STEM Science, Technology, Engineering and Maths وغيرها. خلينا نشوف إحدى وحدات البيئة، Food Miles مثلاً. كل وحدة بتبدأ بنشاط تمهيدي بيتضمن سؤال يثير فضول التلميذ، كيف؟ هون مثلاً منشوف إنه الست عم تسأل عن حق الشاورما، سعر عم يتحدد مش بالليرة اللبنانية بل بالمايلز. هيدا الشي بحير التلميذ وبخليه يسأل عن السبب. بآخر الموديول بيكتشف التبرير. بذات الوقت تيحسب بصمات الكربون، التلميذ رح يستعمل مهارات أخرى تعلمها بالمنهج الحساب، مثل تحويل الوحدات، قراءة الرسومات البيانية وغيرها.